كل الحكم وظفها في هالبيان يشكر عليها. يقول اليتم يتم الأدب. نعم والله اليتم يتم الأدب، والموت موت الضمير، والحب حب المعالي باختلافاتها، والجرح جرح المشاعر من لسان الحقير، والصوم صوم الجوارح عن شهواتها، والبخل بخل الغني، والجود جود الفقير، والبعد بعد النظر ما هي مسافاتها، والعز عز التقي، والصبر صبر الضرير، والذل ذل المعاصي واقترافاتها، والقتل قتل الأمل في نفس من هو جدير، آمال روح أخذوها عن طموحاتها، والنور نور القلوب اللي تعرف المصير القائمة بالفروض الخمس فوقاتها، والحكم حكم الإمام العادل المستنير، والظلم ظلم الفتى روحه بزلاتها، والمجد مجد الشجاع اللي يقود المسير، والجهل جهل الحياة ونبل غاياتها، والفخر فخر التقرب للعلي القدير ما هو فخر القبائل وانقساماتها، والعلم علم بن باز المعي الخبير اللي يبرم المسألة قفل نزاعاتها، والحمد لله فأهل العلم جمع غفير تجاوزوا حد الأفلاك ومداراتها، والشعر شعر الحكيم شعور ما هو شعير تعجبك فكرة بيوته وابتكاراتها، والغدر غدر الوطن لو ما أعطاك الكثير وشلون مكرمك في شتى مجالاتها، والعطف عطف الكبير اللي قاله صغير، والضبط ضبط المشاعر وانفعالاتها، والحر حر الفارق خل حر الهجير، والضيق ضيق صدور القلطاعاتها، والفوز والله نجاتك من عذاب السعير لا تحسب الفوز في الدنيا ولذاتها. سلامتكم. شاعر راجح بن نايف العطاوي مغير العتيب. نعم والله من منسوبي جامعة الدواد.